المفروض من قرار التعويم اللي كان تحديدا 3 نوفمبر 2016 ان احنا بعد مرور سنتين نكون حققنا ولو جزء من اهداف هذا القرار اللي كانت متعدده. كان في هدف خاص طبعا بالقطاع السياحي اللي تكبد خسائر كتير في الاونه الاخيره، انه يتعافى، انه يزيد، انه الاعداد للمقاصد السياحيه المختلفه في مصر تشهد نسبه اعلى، انه الفجوه الاستيراديه كمان تقل، انه الاستثمار يزيد، انه السلع التصديرية المصرية تزيد، انه المنتج المصري في الاسواق العالمية يكون مطروحا وباسعار جيدة. كان في حاجات كتيرة جدا وفي مجالات مختلفة طبعا محتاجة لرصد بالارقام لفترات يعني طويلة، واحنا معانا الحقيقة معدلات النمو في مجالات معينة أنا بنقارنها بمعدلاتها في السنوات الماضية، لكن يعني كل القرارات أكيد ليها ما هو إيجابي وليها ما هو له التأثير السلبي. عايزين النهاردة نقرأ بهدوء بعد عامين ما هي ثمار وما هو حصاد قرار تحرير سعر الصرف وفقا للعرض والطلب. المواطن المصري بيسأل، بيشوف ايه الاخبار، لانه بيتحمل اي شيء من اجل عدم انهيار هذا الوطن ومن اجل تعافي الوطن مهما كانت الظروف ومن اجل الحفاظ على البنية المجتمعية لهذا الوطن. حفظ الله مصر من كل ما يحاك لها. النهاردة على المستوى الاقتصادي بنتكلم بشكل واضح مع خبرائنا وبنقرأ أبرز ما تم الوصول لي وما هي الحلول أيضا. برحب بضيوفي وضيوفكم في الاستوديو، الأستاذ إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي، أهلا بحضرتك الأستاذ إبراهيم، والأستاذ هاني السيس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أهلا بحضرتك يا فندم. هبدأ مع حضرتك يا أستاذ إبراهيم، ويعني في عناوين بعد سنتين أين نقف في الساحة الاقتصادية العالمية بعد قرار تحرير سعر الصرف؟ خليني اخد من كلامك وابني عليك. اتفضل. حضرتك قلتي ان احنا كان عندنا هدف من قرار التعويم ان احنا نزود الحصيله الصادرات، نزود الانتاج، نزود استثماراتنا، نزود ايراداتنا السياحيه، فكان في اهداف. فانا عايز امسك حاجه من الحاجات دي اللي هي الاستثمار، تمام، وهتكلم عليها. النهارده في ضوء عندك ميزانيه محدوده فيري ليميتد، تمام، بتتاكل اكتر من 80% منها بيروح للاجور والدعم وفوائد خدمه الدين، فعندك الروم او الحته اللي فاضله عشان تقوم بيها بلد مش كفايه. ايه البديل؟ القطاع الخاص. تمام. القطاع الخاص المصري اولا اللي بيمثل حوالي 70% من حجم الاستثمارات الموجوده على مدار سنين طويله، ده رقم واحد. اثنين، تيم قوي على مستوى الحكومه بيشتغل في تناغم وتنسيق جيد عالي المستوى تجاه هذا الهدف اللي هو استثمار. واعتقد الاستاذ هاني ممكن يبقى معايا في الراي ان هو راجل بيمثل القطاع الخاص. أيه. تمام، وعارف ان رجال الاعمال المصريين او الاستثمار المحلي هو نقطه الانطلاق الاولى عشان تجذبيها استثمار اجنبي خارجي. ده اكيد لما ابن البلد يكون عارف يستثمر في بلده من غير مشاكل، من غير تحديات، يعني ده في حد ذاته هيبقى رساله كويسه جدا للمستثمر الاجنبي، لانه شايف انه المستثمر ابن البلد ده عايش كويس، عارف يتصرف، عارف يتجاوز، لان المشكلات بيتم حلها بسهوله. ازاي ده حصل بعد القرار؟ بص عادتك اللي قاله ابراهيم بيه هو بالظبط، يعني انا ما اتخيلش حد في انفستمنت بانكينج وحد يعني في الفاينانس وكده يكلم يدي بهذه الصراحه، فيعني هي يعني موسيقى لودني يعني اللي قاله. هو اول حاجه القطاع الخاص هو الحل الوحيد ومفيش حل تاني، اللي عنده حل تاني يقوله، يعني اللي عنده حل تاني احنا نمشي وراه وسبورت هيم للصبح. وقال تناغم الجهاز الاداري، يعني ان احنا احنا مش تو تيمز، احنا مش ناس ضد بعضها، فبنتعامل لنجاح هذه البلد العظيمه بتناغم كامل، وبندي سبورت، بندي فاليو، بندي قيمه لبعض، مش بندخل ضد بعض. لو جيت في الموضوع الاول، هل القطاع الخاص ايه اللي محتاجه؟ في حاجات لازم تبنيها شويه من البيت في الداخل، يعني لازم يبقى عندك مشكله
داخليه في بيتك لازم تركزي داخليا. ترتيب البيت اولا. بالظبط، والتركيز من الداخل يبقى على كل اهل البيت. ما ينفعش يبقى الراجل مركز والست مش مركزه او العكس. حضرتك تقصد التنسيق بين الاجهزه، الوزارات، يعني ما يبقاش العبء على وزاره واحده، بما اننا مثلا بنتكلم عن القطاع الخاص عن الاستثمار مش وزاره الاستثمار بالبلدي بس. بالبلدي كده يبقى كله بزنس اورينتد. بالظبط، يعني ما ينفعش ان انا اتكلم على وزارات ده بيبعت لده فعامل الوقت ما بيبقاش معروف وده بيكلم ده وفي مشاكل. انا يعني انا شايف ان ابتدى يبقى في تناغم شويه، بس لازم التناغم ده والانتجريشن دي والكروس فانكشن دي زي ما نقول. يعني اقول لك على حاجه، احنا في شركاتنا لو ما فيش تناغم بين الادارات نحكم على هذه الشركه بالموت. يعني بس عشان بس احط ثيريز معينه ان الناس ساعات هي قالب به. يعني لو اي مؤسسه، وبقولها اهو، اي مؤسسه ما فيهاش انتجريشن بنسميها بلقانه، وهذه البلقانه استراتيجيكلي تؤدي الى موت المؤسسه. يعني من علامات موت اي مؤسسه، لو حكومه لو قطاع خاص، هو ان مفيش انتجريشن. طيب دلوقتي عندك مشكله كمان في الكاباسيتي بيلدينج بتاعه الصناعه المصريه والقطاع الخاص. القطاع الخاص عندك ما عندوش كاباسيتي، فانت ازاي هتصدري؟ انت بتقولي عايز اصدر عشان عومت. مين اللي هيصدرك عشان نعوم؟ يعني لازم يبني الكاباسيتي. فلو الكاباسيتي بتاع الصناعه عندك، الانتاجيه اللي عندك، المنتج اللي بيطلع قليل كده، وده نتيجه الاستثمارات ضعيفه وضئيله جدا، هنا لازم نحفز. وابراهيم بيه ممكن يقول لنا على مواضيع تحفيز المستثمر المصري. عشان كده احنا بنقول دايما يا جماعه من فضلكم بطلوا تتكلموا على الاف دي اي كتير، بطلوا تتكلموا على الاستثمار العربي والاجنبي، اتكلموا على المستثمر المصري. واللي ابراهيم بيه برضه قال ان هو 70% من الاستثمار داخل مصر. 70% حضرتك قلت لهم 70%. يعني فهو ده الاطارتين، يعني هي دي اللي احنا بنقوله، ازاي نقدر نحط خطه جيده جدا جدا لان احنا نعمل تحفيز، مش تحفيز اديك اعفاء ولا. بس حضرتك كده بتتكلم على الحلول. طيب هو احنا وصلنا لايه اساسا واحنا النهارده بنتكلم في يعني نفس التاريخ تقريبا اللي اخذ فيه هذا القرار كصناعات كمجالات؟ يعني كان الوضع الاقتصادي كان اكيد كان في وضع محتاج تدخل جذري، اصلاح جذري، لان كان مؤشراتي كلها متدنيه، معدلات نمو اقل من 3%، عندك بطاله اكثر من 13%، بتكلم على الاحصاءات الرسميه، في الطبيعي هي اكثر من كده. عندك معدلات تضخم لما عملت التعويم وصلت ل 35%، النهارده بترجع شويه بمقارنه على اساس سنوي، خدت بال حضرتك؟ فكل المؤشرات اللي كانت موجوده قبل التعويم كانت يعني محتاجه تدخل جذري وعلاج سريع. نتكلم بقى يعني قرار التعويم ما له وما عليه، مش هنخوض فيه في الوقت الحالي، اكيد دي قرار له ايجابياته وله سلبياته. كلنا حسينا بيه سواء المواطن او حتى رجل اعمال حس بيه، خدت بال حضرتك؟ بس هو كان شر لابد منه، هو قرار نظريا سليم. القرار لو كان اتاخد في نوفمبر 2015 كان فرق كتير جدا. ده هيرجعني لحاجه ثانيه، قرار فيرسس تايم. التوقيت حضرتك بتقول انه التوقيت كان ضروري. يعني لو القرار ده اتاخد في نوفمبر 2015 كانت فرق كتير مع مصر. ليه؟ كان الفرق ما بين السوق السوداء والسعر الرسمي كان قليل جدا. فبالتالي نسبته لسعر الصرف كانت قليله جدا. والسيوله كانت موجوده في البنوك. فكانت البنوك كانت هتبقى اكبر مستقطب للعمله ساعتها. ده من ناحيه، من ناحيه ثانيه اكيد المواطن المصري تضرر، بالذات الطبقه المتوسطه عانت فتره، بس ده مش معناه ان النهارده انا اقعد اندب اني اقعد ساكت كده واقول ان انا مش هقدر اعمل حاجه، لا. زي ما قلت 2017 كان عام اهتز كل الاطراف، قطاع خاص وحكومه وافراد. 2018 بنسميه عام اعاده التوازن، كله خلاص خد القلم وبيفكر هيعمل ايه. المفروض 2019 قدامك حلين، يا تجري وتشتغل يا تروح. فيري اجريسيف. يا تكون عضو منتج وفعال. اتجاه عشان تحقق نمو، مثلث النمو عندك ايه؟ تجاره، استثمار، انتاج. وكله بيليد الى كله. يعني انتاج، يعني لازم الراجل لازم يبيع منتجه سواء في السوق المحلي او السوق الخارجي. طب النهارده لو في تجاره كويسه هتشجع انك تتوسع. في قطاعات حضرتك شايفها اقتصاديه الفتره اللي جايه مهم ان احنا نركز معاها؟ بصي كان خلينا نتكلم بس ان احنا كان عندنا. طيب قبل ما اسمع رد حضرتك الى شرم الشيخ، كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اولى ايام منتدى شباب العالم الى هناك. للعوده الى الانسانيه والعمل على ارساء قواعد السلام والمحبه والانحياز الى الحوار الحضاري الانساني القائم على تعليم الاديان السمحه
التي جعلت عمارة الأرض وحسن الخلق قاسما مشتركا أعظم بينها، بعيدا عن التطرف والغلو لمعتقد أو دين. وفي هذا المكان وضعت لبنة أولى لنصب تذكاري، وضعت لبنة أولى لنصب تذكاري يذكرنا بأن الله قد استودع الحياة في قلوب البشر، وعلينا أن نحفظ أمانة الله في قلوبنا. سأعمل ومع المصريين على نشر رسالات البناء والتنمية والعدل، متسلحين برقائق الحضارة المصرية الفريدة وشخصيتها المتميزة على مدار العصور، وسويا سنرددها: تحيا الإنسانية، يحيا السلام، تحيا الحضارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن استمعنا لكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ. كان الرئيس السيسي افتتح المنتدى في دورته الثانية، وكان في جزء للاستراحة، وعاد الرئيس مرة أخرى وضيوف طبعا منتدى شباب العالم لافتتاح النصب التذكاري الذي يذكرنا بأن الله استودع الحياة في قلوب البشر، كما ذكر الآن الرئيس السيسي في كلمة. أعود مرة أخرى لضيوفي. وعامين على التعويم، كثير من الإصلاحات والمواطن ينتظر الثمار. تفضل يا فندم. كنا بنتكلم قبل الاستماع إلى الكلمة إلى أهم القطاعات الاقتصادية اللي من المفترض أنه يتم التركيز عليها في الفترة القادمة. خليني أتكلم في حاجتين. مازال قطاع الطاقة قطاع جاذب، تمام، من ناحية. قطاع الصناعة، إيه اللي موجود في الصناعة؟ قطاع عندي قطاع الكيماويات والبتروكيماويات، القطاعات اللي أنا شايفها واعدة الفترة الجاية. عندي في قطاع الصناعة قطاع التصنيع الغذائي، وانت عندك سوق كبير في مصر وعندك منطقة عربية محتاجة. يعني المحتاجين نبص برضو على قطاع التكنولوجيا المعلومات. النهاردة الثورة الصناعية الرابعة، لازم كل قطاع، مش هقول كل قطاع مختلف سواء صناعة ولا كذا، يبص للمحور ده، لان النهاردة العالم كله بيتجه للفنتك والبلوك تشين والحاجات الكتيرة دي كلها، حتى البنوك هتتأثر. فلازم نفكر بطريقة مختلفة. عندي قطاعات صناعية واعدة، ومن عندنا قطاع الكيماويات والأسمدة من القطاعات الواعدة في مصر، ومازال عنده بوتنشال عالي، ولأنه قطاع مطلوب بره في السوق المحلي، ومطلوب في السوق حتى في سوق أفريقيا. نعم. والأستاذ هاني يقدر يفيدنا في حاجة زي كده كمان. طيب، في نقطة تانية قبل ما انقل لقطاع الأسمدة. قطاع الأسمدة يعني من القطاعات الواعدة اللي واضح انه كمان بيعول عليها. ممكن اعرف يعني هذا القطاع يعني بعد عامين من تحرير سعر الصرف اين هو الآن؟ بصي، انت اما تيجي تتكلمي على الكيماويات تتكلمي على الاب ستريم اللي هو الأسمدة والبتروكيميكالز والداون ستريم بتاعتها. ان انت معلش انا هنقل نقلة تانية، انت محتاجة في الداون ستريم اللي هي تخلقي فرص تشغيل عالية. يعني ما ينفعش ان احنا بنقول دايما عايزين نركز على 3 تصنيع تصدير تشغيل. انه دايما بسال هو ايه القطاع المشغل، هيبقى ايه الاوبشنز اللي عند المصريين انها تشتغل، اللي هي بيجي لك لسوق العمل في حدود 2 مليون انت المفروض تشغليهم كل سنه، وبناء عليه انت المفروض يبقى عندك مصانع زي ما انا قلت من شويه يزيد الكاباسيتي بتاعتها، يبقى في كاباسيتي الانتاج الانتاجيه تبقى عاليه، مصانع قويه. وهنا انا بقى هديكي يعني حاجه، مفيش عندك قطاع في مصر في كاباسيتي عاليه. يعني من وجهه نظري الكاباسيتي عندنا الصناعيه تعبانه جدا جدا جدا، وهنا بشكل عام. يعني خليني بصي ابقى واضح معاكي، عشان انا مش هفضل اديكي معلومات تنظيريه، يعني هديكي معلومات حقيقيه. بشكل عام 90% من الصناعه المصريه ضعيفه جدا. طب اعمل ايه؟ عايز تعرفي نعمل ايه؟ ضعيفه انتاجا، ضعيفه اداء، عماله، مفيش كاباسيتي، مفيش حاجتين. في جزء خاص متعلق بالانتاجيه، انتاجيه العامل نفسه، تمام. يعني هنبص الجزء حاجات متعلقه بالعامل وحاجات متعلقه بمقاومات الصناعه، بالاستثمار. انا بتكلم على عشان النهارده رجل الصناعه النهارده ينتج ويتوسع، ايه متطلباته؟ طيب هنعرف المتطلبات دي وايه هي ابرزها بعد فاصل قصير.